إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْمُصِيبَةُ اهْتَزَّتْ لَهَا السَّمَاوَاتُ وَاقْشَعَرَّتْ لَهَا الْأَرْضُ أسأل الملائكة اليوم في السماء رفعوا رؤوسهم من صوامع العبادة وضجوا لله عز وجل ضج واحد وحسين يقول الإمام عليه السلام والله لما قتل الحسين غربت شمس ذلك غربت شمس ذلك اليوم ورأى الناس أن الأرض تنطبق على السماء تنطبق على الأرض والله ما رفع حجر ولا مدار إلا ووجد تحته دم حبيب أما بعضهم يقول سمعوا ضجيج الجن بين السماء والأرض ينادون وحسينا حوصر الحسين عليه السلام ومنع عنه الماء فلما صلى الفجر بأبي وأمي خطب في أصحابه يقول الصادق وأراهم منازلهم في الجنان فحنوا وأنوا وقالوا ليت الساعة يميل علينا يقول فالتفت الحسين بأبي وأمي وقال لأصحابه خلقوا على الخيام ليش أبو علي خندقون على الخيام؟ قال أنا خايف على زينب بعد ساعة يهجم القوم يقول أحدهم فنظرنا إلى الحصين بن نمير وقد وقف على ذلك الخندق وهو يقول تعجلت بالنار يا حسين قال أنت أولى بأصلية قال ثم العباس التفت إلى الحسين وإذا ورافع يديه إلى السماء قال اللهم حزه إلى النار فما كانت إلا ساعة فعلقت فرسه في ذلك الخندق وخر في ذلك الخندق فاختفى احترق لا رحمه الله ثم إن الحسين جلس مع أصحابه وهو يحدثهم بوقايا أمير المؤمنين شيعة عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء بينما الحسين يحدث أصحابه وإذا بالسهام ترشق كرش المطر على خيام الحسين يقول حميد حتى شقت السهام عذر النساء
الحسين ينادي أصحابي هذه رسل القوم إليكم، قوموا يا أصحابي إلى الموت، فتجهز الأنصار بتكون الحملة الأولية للأنصار. فقام حبيبي يحبب القتال إلى الأنصار، فتجهز واحد والآخر، فقام يستأذن من الحسين ثم ينصرع على الأرض. قال حتى بقي حبيب، فتقدم إلى الحسين فشد عصابة على حاجبيه وهو يقول: أذن لي ابن رسول الله. قال: يا حبيب جزاك الله خيرا. ثم ان الحسين اذن لحبيب فنزل فقاتل القوم قتالا عنيفا، شيع موالين بينما حبيب يقاتل، واذا بشقي برز اليه عممه بالسيف على راسه، فجرت الدماء على شيبته ووجهه وهو ينادي: ابا عبد الله عليك مني السلام، سيدي حسين هذا رسول الله، هذا امير المؤمنين، هذه فاطمة، هذا اخوك الحسن، وهم يقولون انهم مشتاقون اليك. يقول حميد: فاسرع الحسين الى حبيب وقد هد مصرعه. فلما وصل الى حبيب وجده يخور في دمه، قال: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة، شيع موالين احسن الله لكم العزاء. جاء الحسين واذا به قد دخل الى خيمة الانصار، فوجد الخيمة خالية، فنادى الحسين: وقمة ناصرة، ألا هل من مغيث؟ ألا هل من ناصر فينصرنا؟ يقول حميد: فجاء الحسين ينظر إلى أصحابه، فهذا معفر على يمينه، وذاك ملقا على شماله، وبينما انصافح التراب بخده، وإذا بالحسين ينادي: أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتب، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب، هذه الخيل تحوم، قوموا اسرجوها، راياتكم يا أهل الفخار قوموا اعقدوا.
أكرم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء. أما الحملة الثانية فكانت لبني الحسن وبني عقيل وبني هاشم، لكن جنابك تدري من أولى تقدم بني هاشم في الحملة. يقول بعضهم نظرنا إلى علي الأكبر وقد استأذن من الحسين، فخرجنا النساء نادينا سيده وإمامه، فدارت عين الحسين في أم راسه، فأخذ بشكيم الجواد وأقبل بعلي الأكبر إلى القوم، نادى يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، هذا شبيه رسول الله. وقلنا إذا اشتقنا لرؤية النبي نظرنا إلى وجهه، شيع موالين بينما علي الأكبر يقاتل، إذ برز إلي مرة بن منقذ العبد قال علي آثام العرب وأذكرن أباه فيه، يعني أبو أفجع قلب الحسين بالشباب. أقبل بي إلى ناحية الخيام، وضعوا بين القتلى وقعد الحسين عادي ونبين الجبال. شوف ولد علي الأكبر صيح ردتك يا الولد ليام ليام، والقاسم العريس، فاستأذن من الحسين فنزل إلى المعركة وهو يقول أنا ابن الحسن، أنا ابن علي بن أبي طالب، وهذا عمي الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين. شيع موالين فقاتل القوم حتى ضعف عن القتال من العطش، فبرز إليه شقي وقال لأذكرن قلب عمه فيه، فبينما القاتل يقاتل وإذا بشقي ضربه بالسيف على رأسه، نادى عما عليك من السلام حسين، جاء الحسين نادى بني عزيز على عمك أن تدعو فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، بني هذا يوم كثر واتروح وقلنا
ثم حملوا إلى الخيام ووضعوا بين القتلى. شيعة أعظم الله أجوركم. وقف الحسين ينادي على أهل الناصر، على أهل المغيث. دخل إلى خيمة الأنصار فوجدها خالية، ثم إلى خيمة بني العقيل وبني الحسن وبني هاشم فوجدها خالية. تدري من الآخر واحد اللي بقى؟ أبو فاضل. ها أقبل إلى الحسين قال له أخي قد طعتني يا قلبي، إذني بالبراز، ها أنت وحيدا فريدا. قال أبا الفضل إذا مضيت يعود أمرنا إلى الشتاء، عمارتنا إلى الخراب. يعني انكسر ظهري أبو فاضل من بعده، شربة من الماء. فأخذ السقاء بالفاض فنزل إلى القوم وهو يقول أنا ابن خلاف الغمرات، أنا ابن منكس الرايات. حتى حمل على القوم فقتل منهم مقتلة عظيمة. شيعة معانين برز إليه شقيق، ضربه بالسيف على شماله، فقاتلهم قتالا شديدا. ثم برز إليه شقي آخر ضربه بالسيف على شماله. أحسن الله لكم العزاء. بينما العباس يقاتل وإذا بسهم وقع انشغل العباس بذلك السهم. أعظم الله أجوركم. فاتكى على كربوس الفرس واضعا رأسه بين ركبتيه يريد أن يخرج ذلك السهم. جاءه حكيم بن الطفيل ضربه بعمود من حديد. أين المنادي وسيدة؟ أين المنادي ومصيبته؟ يقول حميد بن مسلم فبان الانكسار على وجه الحسين. فبقي الحسين بأبي وأمي وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين. جهز نفسك، قربنا للمسرح شيئا فشيئا يا اخي. خلاص انا قاعد امهد اليك حتى تسمع المصيبه الكبرى، لان المصيبه ما يتحملها انسان يا اخي. خلي انا اجيب لك مصيبه الرضيع. يقول حميد فخرج علينا الحسين عليه عمامه النبي، عليه رداء النبي، متكرر بسيف النبي. فقال لقوم فوعظهم قائلا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامي مرتابا؟ ألم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ شيعة معانين. بينما الحسين يخطب في القوم وإذا بنس صوت النساء قد ارتفعت وعطشا. سمع الحسين صوت زينب اليوم رجع. اليوم الحسين سمع صوته، سمع صوت زينب العزيزة ورجع. قال أخي زينب أنا في الوجود، أخي زينب أنا بعدي على قيد الحياة. قبل
صحب السجام فانا حلقم وفي كفي ذريات شيع مواني اقبل الحسين بالرضيع الى القام ونادى يقام اذا كان ذنب للكبار فما هو ذنب الصغار هذا رضيع لم ياتي بجنايه ولم يدر من غايه واذا خفتم ان اشرب الماء
وإذا سكينة مو موجودة ولا النساء قالوا خي زينة بين عزيزتي سكينة قالت لها في خيمتي عمي أبو الغار جاء الحسين وإذا سكينة قاعدة أنا الحسين يا منية أنا ماشي للموت قالت بعد احني طلب واحد وياك طلب واحد وعليه شديني الله يحفظ بناتكم وأولادكم الأب والأب خيمة على رأس أولاده شايف اليتيم لما يكسر القلب يقول أنا ما عندي أبوي جلس الحسين أبا ضعني في حجرك وضعها في حجر أبا امسح تصنع بي كما تصنع باليتامى بعد ساعة أبو علي يصير يتيمة وإذا أبو الحسين ينادي بني سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي من كل بكاء الحمام دهامي لا تحرقي قلبي بنعيك حسرة ما دام من الروح في جثماني فإذا قضيت فهمت كلام الذي أبو علي حتى تقلوا شيعتكم شقوا اليوم قلوب على مصابك أبو علي فإذا بزينب من خلفه تنادي أبا عبد الله قرني أمي إيش عندش أنا بار أديس أشوفك تتحمل ولا إذا ما تتحمل ما أجي بالمسرح ما أجي بالمسرح إذا ما تتحمل ولا إجت زينب من الحسين أبا عبد الله انزلي من على أمي نزل الحسين
حرام تهدى لو ودي اوصل النصر عفوا جديد الصلوات على محمد وآل محمد.